السلام عليكم. اليوم غادي ندير معكم واحد الحلوة سريعة جدا، كتقلى في الزيت وكتدوز من العسل، مقادير بسيطة ولكن الشكل ديالها غزال. وحتى النتيجة عندي 250 غرام ديال الدقيق، عندي 80 غرام تاع الزبدة اللي غادي تكون بدرجة حرارة المطبخ، يعني ما تكونش دايبة، غادي نزيدها على الدقيق. عندي هنا معلقه صغيره تاع القرفه، هنا شويه النافع، تنهزيه شويه، وشويه ديال حبه حلاوه مطحونه بطبيعه الحال، شويه واحد شويه، ودرت قبصه ديال الملح بطبيعه الحال. وهنا عندي حليب دافئ باش غادي نعجنها. الحليب ما كتعبرش لانه حسب الدقيق. غادي نعجنها وغادي نرجع معكم. ها هي العجينه كما كتشوفوا، هي مطاطيه، غادي ندير منها كويرات. وغادي نخليهم يتسرحوا واحد شويه، غادي نرجع معكم ان شاء الله. هنا غادي ناخذوا الكويره الاولى، غادي نسرحها، تكون مسرحة يعني مزيان، تكون الصوت ديالها رقيق. هكا كنهز واحد القطعه بحال هكا، كنقطع دوائر
هاد العجينه كنحيدها كما كتشوفوا راه كتحيد بسهوله، ما درتش الدقيق ما درت والو. كتاخذوا واحد الجراره، انا عندي هذه نورمالمون بحال هادوك اللي تيكونوا في المغرب اللي تيكونوا عندهم السنينات. كنهز نهز وحده هكا وكنقطعها على شكل مائل. بحال هكا نورمالمون كيما قلت لكم خصها تكون بهذيك القطعه، كاين انا ما عنديش. المهم هي غير في الشكل كتعطي شكل احسن. وكنبدا كنلويو هكا، انتما شفتو كنلويوها على الجنب هكا كتعطينا هذا الشكل. غادي ندير معكم حاجه اخرى. كنحلهم هكا وكنبدا كنلوي مايلين يعني على الجنب. مايلين كيف العادة، كما كتشوفوا يعني معسلات سهلين جدا. وكنلويهم على شكل مائل. غادي نكمل الكميات ديال العجين اللي عندي ان شاء الله، وغادي نرجع معكم باش نقليوهم. ها هما ملي كملتهم درت الزيت فوق العافيه، غادي نقربهم من الصوره شويه كنبغي نقرب دابا سخن. بسم الله بسم الله. واحد الريحه فيهم زوينه، دونك غادي نقليهم وغادي نرجع معكم ان شاء الله. ما غادي نحيدهم مباشره، غادي نطفيهم في العسل يعني هما باقيين سخان باش يتشربوا لينا هذاك العسل.
غادي ندير الاخرين نقص على الزيت وغادي ندير هما تيكونوا بحال خمرين تيتنفخوا غادي نخليهم يتقلاو ونرجع معكم ان شاء الله هما غادي نحيدهم من العسل كما كتشوفوا 250 غرام يعني عطتني شي كميه كثيره ولكن يعني بركه الخير والبركه اللي عطاتني بالنسبه للناس اللي بغاو كميه كثيره يضاعفوا المقادير يديروا 500 غرام ديال الدقيق ويديروا 160 غرام ديال الزبده الحليب تيبقى حسب الخليط يعني ما يكونش جاري وما يكونش قاسح وشويه الملح والقرفه معلقه صغيره عامره وبالنسبه للنافع وحبه حلاوه معلقه صغيره انا تنشوفوا غادي نوريكم الكميه اللي عطاتني دابا ها داكشي اللي واجد وهذا الشيء اللي كتشوفوا في المقله صافي انا غادي ندهر في واحد الطبسيل نتوما شوفوا الشكل ديالها كي كيجي هذا شوية ديال الشنجلة القرمشة شتو كنتمنى الاقتراح ديال اليوم يعجبكم هو اقتراح بسيط كما كتشوفوا ما فيهش بزاف ديال المقادير وما فيهش بزاف ديال الخدمه وما كيشدش الوقت وتعطي هذه الكميه اللي شفتوها يعني الا بيجيكم شي ضيف وما عندكمش الحلوه الشباكيه هكا ولا البريوات هذه حلوه سريعه معسله سريعه وكيف العاده كنتمنى من الناس اللي باقي ما اشتركوش يفعلوا الجرس يشتركوا يفعلوا الجرس وما تنسونيش دائما من كومنتير وجيم وتنبارك لكم العواشر دائما رمضان مبارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته